طيب الاهلي في دوري ابطال افريقيا هيعمل ايه؟ الاهلي الدوري في ابطال افريقيا هو مكمل ماشي، يعني لسه عنده طاقه دعم برضه ومكمل، وزي ما قلت لك يعني ممكن يفوز بدوري ابطال افريقيا السنه دي في 24. هيفوز. لا الاهلي مدعوم، بص الاهلي مدعوم، هو احنا انا في علم الارقام وعلم الاسماء اللي موجوده هو مدعوم جدا 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 في كل التواريخ، هو مدعوم. بس هو لما بيلعب مثلا كذا ماتش ورا بعض هو بيجي في النص كده ويجيب يقع في ماتش بيقع في ماتش ماتشين، لكن هو مدعوم جدا جدا. يعني هيفوز ببطولة افريقيا؟ هيفوز ببطولة افريقيا. يبقى اذا الاهلي سيفوز ببطولة افريقيا في سنة 2024. مصممة جنى عطايا ان الاهلي مدعوم بالارقام الفلكية طبقا للحسابات. على فكرة هي كله ده عاملة عليه حسابات، الموضوع مش اوانطة، خلي بالك. والله العظيم بجد ده مرمض، ده انا يومين ونص قاعدة بحسب تواريخ، يعني الله يسامحك الله يسامحك. انا الحلقة بتاعتي بعملها في نص ساعة بخلصها، يومين ونص يعني سيظل الاهلي مدعوم في بطوله افريقيا ويفوز ببطوله افريقيا. مدعوم. طب فوز الاهلي ببطوله افريقيا هيودينا للسوبر الافريقي اللي هيبقى في اغسطس شهر 8. في 8 عنده مشكله هنا بقى المطب. عنده مطب هنا، يعني مدعوم، يعني ممكن يكون في مكيده، في حوارات، في حاجه كده هتخلي الناس دي تبقى مش قادره، يعني مش عارف. بس هو في شهر 8 بالنسبه للاهلي ما هوش الطف حاجه، يعني عايز يعني برضو زي ما يكون حد كده برضو حاطط محسود، ممكن نقول محسود، هو ان عنده حاجه من مش لطيفه في شهر 8. يعني لو ربنا كرم والسوبر ما بقيش في 8 ممكن يفوز فيه؟ في شهر 8 لا، يعني في 8 الاهلي ما هيكونش احسن حاجه. في 8 مش هيكون احسن حاجه، احنا بص صلي على النبي، هو كل يوم هو في شأن. انا مش هطلع عالي عالي طول الوقت، في وقت كده لازم اخد درس عشان اتعلم، هو يمكن درسه في شهر 8. لا يعني لو السوبر في شهر 8 أيوة. لان السوبر ده مرتبط بالكاف بيوديه وبيجيبه، الاهلي لن يفوز بالسوبر الافريقي هذا الموسم. لا انا ما قلتش مش هيفوز، انا قلت فيها عنده مكيده لعل وعسى، وكل يوم هو في شأن ممكن يعدي منها. ممكن يعني يبقى عنده مشاكل في شهر 8. الله اعلم ايه هي، بس هي في اي في مشاكل في نقطه في نقطه يعني مش تمام معاهم في شهر 8، يمكن دعوه الزمالك او مع الله. طيب لو الاهلي في السوبر في ابو ظبي في شهر 12 اللي جاي، الزمالك هيكون معاه. ولكن الزمالك هيكون معاه في السوبر. ولكن الطرفين التانيين مش محددين، هل ممكن الاهلي ولا الزمالك يفوزوا بالسوبر في ابو ظبي في شهر؟ انت هنا عايز توقع ولا مروح؟ لا توقع. طب ما هو في فرقتين مش موجودين، ما احنا لسه ما عارفينهمش، ثالث الدوري ورئيس كاس الرابطه. طيب وبطل كاس الرابطه. لا حط لي فريقين تانيين كمان. ما اقدرش، ما هو لسه ثالث الدوري. خلاص. هم دول اتعرفوا علشان خاطر عيل بطل الكاس وهيلعبوا نهائي الكاس مصر. أي. ماشي، بس في فرقتين ناقصين. ثالث الدوري وبطل كاس الرابطه لسه مش معروفين. مش ما عنديش اجابه لده، ما عنديش اجابه لده. يعني في الحسابات مش موجوده، ما حسب يعني مش موجود الحسابات بتاعتك. لازم يبقى الاربعه معاكي. لازم الاربعه يبقى موجود. طب الاهلي في ديسمبر اخباره ايه هو والزمالك؟ في ديسمبر بص الاثنين هيبقوا، هو طبعا الاهلي في ديسمبر عنده حظ قوي جدا. الزمالك دايما، بص الزمالك عنده مشكله في ان هو في نص حظه بيقع. وده عشان برضو مرتبط بعلم الاسماء وعلم الحروف والكلام ده كله، لكن هو زي ما يعني دايما بيجي له كسر كده الزمالك، والله مش عارفه في ايه بقى، بس ربنا يدعمهم من عنده. امين. انت زملكاويه طبعا من اي حسبه؟ هكدب، هو كده، هو مفيش، هو رب. انا اتمنى طبعا، اتمنى ان الزمالك طبعا تقوم يعني اكيد، ولكن اللي شغال على نفسه وباعد الفرق بتاعته عن المشاكل والحوارات تمام هينجو، لكن واحد حاطط كل يقول لك ده مفلس ما عندوش شيء ياكل. طب الناس بتفاعلت معاكي، في سؤال جاي لك، نهائي كاس مصر في مارس اللي جاي الاهلي والزمالك. الاهلي برضه؟ ايوه الاهلي، ايوه انا حاسبه ده من بدري على فكره، السؤال ده احنا مذاكرينه، انا حاسبه الحسبه دي، ايوه في مارس الاهلي برضه في دعم جامد جدا. يعني الاهلي هيفوز بكاس مصر في مارس؟ بص الاهلي واخد 2024 دي يعني واخدها يعني سلمه طالعه للثانيه للثالثه للرابعه. حقيقي. اذا جنى عطايا تتوقع ايضا فوز الاهلي بكاس مصر على الزمالك في مارس القادم. طيب تاني بطوله وافريقيا الدوري وافريقيا وكاس مصر، وهتقول لك السوبر الافريقي حتى لو عنده مشاكل هو الاقرب للفوز.
هو في حاجه ما فيهاش كفايه الاهلي في 24 معجنه عطايا وزملكاويه؟ طيب.